السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. عاوشاني بزاف منكم كان وصلهم واحد الميساج بالاحمر في القناه ديالهم. كما كتشوفوا هذا هو الميساج اللي كان وصلهم، كيبان لكم هنايا. اليوم غنحاولوا نشرحوا هذا الميساج كيفاش اننا ندوزو. وكما كتشوفوا ان هذا الميساج كيقول لكم انكم خاصكم توافقوا على واحد الشروط اللي دارتهم يوتيوب باش تبقاو تربحوا من الفيديوهات القصيره، باش تبقاو معاهم في البروغرام او البرنامج ديال اليوتيوب. وكما قلت لكم هاد الشروط اللي داروا بالنسبه للربح من الفيديوهات القصيره، هادشي علاش خصنا حنا نديروا القبول ديال هاد الشروط. حيت كما كتعرفوا ان يوتيوب بغات تطور من هاد المجال ديال الفيديوهات القصيره، باش بنادم ما يبقاش يمشي للتيك توك ولا الانستغرام يبقى يتفرج هذوك لي ريلز، دوك الفيديوهات القصيره اللي كيكونوا في تيك توك ولا في انستغرام. بغاو الناس انهم يجيو كاملين اليوتيوب ويوليو يتفرجوا غير في يوتيوب، يعني اما تتفرج في الفيديوهات الكبار اما تتفرج في الفيديوهات القصار، يعني كل شيء يبقى غير في يوتيوب. المهم اليوم غنحاولوا نشرحوا كيفاش اننا نقبلوا هاد الشروط. وقبل ما نبداو الفيديو كنتمنى انكم تشتركوا في القناه، تخلوا لنا على سبسكرايب واللايك ودي كومونتير اللي يكونوا زوينين، باش كل ما كان شي جديد نحاول انني ندير عليه شي فيديو. نحاولوا دابا نمشيو للبيسي باش نبداو الشرح ديالنا. دخلنا دابا البيسي. كما كتشوفوا بالنسبه للشرح راه كما البيسي كما البورتابل ديالكم، يعني نفس الخطوات غتحاولوا تتبعوهم. اول حاجه غنديروا هي غنمشيو ليوتيوب ستوديو. اللي ما كيعرفش كتجي لهنا فين كانت الصوره ديالك، وهنايا راه كتلقاو يوتيوب ستوديو، حيت انا داخل ليه يعني هادشي علاش ما لقيتوش هنايا، ولكن نتوما راه تلقاوه هنايا ملي غتدخلوا ليوتيوب. بالنسبه للناس ديال البورتابل راه كتحمل التطبيق ديال يوتيوب ستوديو، راه كاين في بلاي ستور ولا الاب ستور، تدخلوا عندكم في البورتابل ديالكم وتحاولوا تدخلوا ليه، غيطلع لكم نفس هذه الواجهه، وهنا غيطلع لكم هذاك الميساج اللي كيبان لكم هنايا. بالنسبه للناس اللي ما يطلعش لهم هذا الميساج راه من هنا ليومين ممكن انه يطلع لكم. اما بالنسبه للناس اللي جاوا هنايا داروا انيوري ولا داروا تجاهل، يعني بالعربيه ولا ما عرفت ازاله يمكن اللي داروها، راه غنوريكم في الاخر ديال الفيديو كيفاش انكم يعني تمشيو لهاد البلاصه اللي فيها هذا الميساج. وهذا الميساج كما قلت لكم كيطلع غير الناس اللي حقوا الشروط ديال يوتيوب، يعني حقوا ال1000 مشترك و4000 ساعه، يعني ما طلعش الواحد يلاه جديد ما طلعش ليه هاد الشرط. حنا غنحاولوا نجيو غنوركو على هاد ليغ يا اكسبت، يعني قراءه والقبول ولا مراجعه وقبول الشروط. نوركو عليها. كما كتشوفوا كطلع لكم هاد الصفحه. كما كتشوفوا عندنا اول خطوه خصنا نوركو على هاد قراءه او ليغ هنا اللي كيبان لكم، حاولوا نوركو عليها. هنا كيعطيكم الشروط اللي داروا، حنا نحاولوا نهبطوا ديريكت من تحت ونوركو على هذه الخانه اللي كتبان لكم هنايا، يعني القبول ديال هاد الشروط، ونديروا اكسبت او القبول. كما كتشوفوا هنا طلعت لنا بالخضر ان هاد الشرط صافي قبلناه. نمشيو دابا للشرط الثاني او ليطاب الثاني، عاوتاني نوركو على قراءه ليغ. عاوتاني هنايا نفس الحاجه، نحاول نهبطو لتحت ونديرو اكسبتي يعني قبول ديال الشروط، ونوركو على قبول. كما كتشوفوا هنا نفس الحاجه، بحال هنا بحال هنا، ولاو بجوجهم مقبولين صافي. ونجي هنايا ندير ارسال، ها هي كتب لكم هنا بالزرق انفوي، نحاول نورك عليها. كما كتشوفوا كطلع لكم هاد لاباج، نوركو عاوتاني على اكتيفي هنايا صافي. كتحاول عاوتاني نفس الحاجه، يعني كتقراو الشروط هنايا ولا كتهبطوا لتحت ديريكت، كتوركو على هاد اكسبت عاوتاني صافي، وكدير اكسبت، كتكون هذه هي الخطوه الاخيره. وكما كتشوفوا اننا قبلنا اننا نبداو نربحوا من الفيديوهات القصيره. كما كيقول كتشوفوا هنايا كاتبين لكم ان في شهر جوج، يعني الشهر الجاي، انهم غيبداو يفعلوا غيبداو يفعلوا الشروط او يبداو يفعلوا الاعلانات على الفيديوهات القصيره، يعني غيبداو يبانوا الاعلانات في الفيديوهات القصيره ديالنا، يعني حتى لشهر جوج. يعني الا طلع لكم هذا الميساج عرفوا انكم درتوا الخطوات صحيحه. بالنسبه للناس اللي قلت لكم انهم ما طلعش لهم الميساج هنا الفوق، ما طلعش لهم داك الميساج بالاحمر، او انهم داروا ليه الازاله ديالو يعني حيدوه بالغلط، غيحاولوا يجيو هنايا البلاصه ديال المونيتيزاسيون يوركوا عليها، او تحقيق الربح، او المهم تحقيق الربح، يجيو هنايا الابيرسو اللي كتبان لكم هنايا ياكو اللي كتبان لكم هنايا، وغيمشيو لهاد انونس اللي كتبان لكم هنايا ديال
الفيديوهات القصيره. انا حيت عندي اكتيفي حيت درناها دابا، نتوما غطلع لكم بحال هاد البوطونه الزرقاء هنايا في البلاصه ديال الافيشي، غطلع لكم بوطونه زرقاء، فين غتوركوا عليها غيطلعوا لكم نفس داك الشيء اللي طلع ليا انا قبيله، نفس الحاجه. غديروا الايطاب الاولى تقبلوا الشروط ديالها، الايطاب الثاني حتى يتقبلوا الشروط ديالها، يعني غتبعوا داك الشيء نفسه، نفس الحاجه اللي درتها غديرها انتوما. وكذلك بالنسبه للناس ديال البورتابل، البورتابل كما قلت لكم غتدخلوا التطبيق ديال يوتيوب ستوديو، غطلع لكم هذاك الميساج او انكم تمشيو للبلاصه ديال تحقيق الربح، وغيطلع لكم نفس هذا الشيء اللي طلع لنا، نفس الخطوات، نفس الحاجه غتقبلوها صافي. وكما قلت لكم في شهر جوج غيبداو يديروا الاعلانات في الفيديوهات القصيره ديالنا. بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوش الدورات المجانيه اللي كنديروا، يحاول يدخل القناه ديالي نوردين بي دي اخ، يمشي للبلاصه ديال البلاي ليست وغتلقاو بزاف ديال الدورات. كاينه الدوره ديال اليوتيوب اللي شرحنا فيها كيفاش انك تبدا تربح من اليوتيوب من الاول حتى الاخر، يعني منين تصايب القناه ديالك حتى اخر مرحله، وشرحنا فيها امازون كي دي بي انك تبدا تبيع الكتب بلا راس المال. وكاين دورات اخرين بحال الكريبتو، كاين دوره ريد بابل انك تبيع تيشيرتات بلا راس المال حتى هي، يعني كاينين بزاف ديال الدورات ممكن انكم تشوفوهم. اذا كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم، الى عجبكم ما تنساوش خلوا لينا السبسكرايب واللايك ودي كومونتير اللي يكونوا زوينين، ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو ليا فراسكم، باي باي.